في الماتش قبل الماتش لقيت حد عايز يجي يتصور معايا، فبقول لنفسي هو اكيد ما شافنيش يعني ابو البنات لسه قريب ويعني ابو البنات. قلت له هو انت حضرتك هتصور معايا يعني تعرف شفتني مستنيه بقى يقول لي كنت في ابو البنات ما. قال لي صافي نور صافي نور. قلت له يعني عايز اقول لك فلا اكيد هو اكيد شايف اللغه مش عارفه ايه. فلا انا يعني دنيا الحلو يا جماعه مش صافي نور ومش يعني كفايه بقى انا دنيا الحلو عيله الحلو مامتي حنان الحلو. ابتديت السنه دي دخلت برضو بالصدفه يعني صحاب بابايا كان شافني مخرج استاذ مصطفى الشال. استاذ مصطفى الشال طبعا هنا التعريف هو اللي عامل متولي الشعراوي ومتولي الشعراوي وسلسله الدم. قال انا عايزك معايا في سلسله الدم. استاذ رياض الخولي زملكاوي جدا كلمني برضو يقول لي انت خلتيني اعيط يا بنتي كنت بتفرج على الماتش بتشجعي بقلب. هو زملكاوي جدا استاذ مصطفى الشال زملكاوي كان سلسله الدم نصه زملكاويه فكانوا قاعدين فكانوا قاعدين لا لا ده هم اصلا يعني ده اتفاجئت اصلا لو الاستاذ رياض الخولي بيكلمني يا بنتي انت خليتيني اعيط يا بنتي مش عارفه ايه وما تعيطيش وما تزعليش دموعك بتغلي علينا وبتاع. فبنتي ابتديت دخلت سلسله الدم ده وابو البنات مع استاذ صلاح عبد الله برده كانت مامتي عامله معايا كانت جايبه اسد في المصلحه. فاستاذ صلاح عبد الله شافني فطلعت يعني بنته في ابو البنات ليه الشرف طبعا. وكنت خدت كورسات مع دكتور اكرم فريد والدكتور فريد القرشي وكنت مع استاذ خالد جلال لانه كان ماسك عندنا السيرك والقطاع. وكنت بغني في دار الاوبرا المصريه. فانا دايما بحب يكون ليا نشاطات كده وحاجه اللي بحبها وانا طبعا من زمان يعني بحب الفن وبحب التمثيل والغنى والحاجات دي. فما خليتش يعني مركزه في جامعتي ومركزه ان انا ان شاء الله اعمل ماجستير وفي الجامعه بس في نفس الوقت مركزه ان انا برضو عايزه اخش مع التمثيل عايزه ابقى ممثله ومركزه في حياتي يعني.